الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل ممكن للإنسان أن يؤثر في قريبه من الجن حتى يسلم كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أمسك الجني حدث معه تشوفه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي المعجزات وأعطي وهو مرسل إلى الثقلين الجن والإنس يدعوهم إلى الله عز وجل. أما أنت ما تستطيع أن تمسك الجني وتتكلم معه